تحية طيبة مشاهدي قناة دجلة، وصباح الخير والسعادة عليكم. اليوم موضوعنا راح يكون عن الحلويات العراقية، هاي الحلويات اللي هي ضيفة على كل الموائد العراقية وكل البيوت العراقية. خلونا اليوم نتعرف على الأنواع المختلفة للحلويات، وليش الناس ما زالوا يقبلون على الحلويات العراقية من غير الحلويات المستوردة. خليكم ويانا. حتى نحكي عن الحلويات أكثر، ويانا اليوم الأستاذ أحمد اللي هو صاحب واحدة من أكبر البراندات الخاصة بالحلويات العراقية. مرحبا أستاذ أحمد. سهلا، الله يحفظك. الله يحفظك أستاذ أحمد. إذا تحكي لي عن الأنواع المختلفة للحلويات العراقية. يعني إحنا كزند الست الحمداني مشهورين بأكثر أنواع الحلويات العراقية، خلينا نقول المحلية اللي هي زند الست والكنافات والزلابية والبقلاوة والداطلي بأكمل. هنا احنا منجدات عندنا ومشتغلين ان شاء الله. استاذ احمد، انتم كبراند محلي، المواد الاوليه عندكم كلها محليه؟ طبعا احنا موادنا الاوليه دهن الحر العراقي الاصلي اللي هو دهن الحله، والموادنا الاوليه كلها عراقيه. تمام. شنو اللي يخلي الناس اكثر شيء يقبلون، ما زالوا يقبلون على المحلات اللي تبيع الحلويات العراقيه المحليه؟ والله صراحة بعد الإقبال جيد علينا وعلى جميع أنواع الحلويات العراقية الأصيلة، لأن إلنا زبائننا الخاصين، وخلينا نقول إحنا يعني حاليا في أربيل عندنا الإقبال الأقوى شيء على الكنافة والزنود الست الحمداني. نعم. طيب الناس اللي يجون يقبلون على هاي الأنواع من الحلويات اللي عندكم، شنو أكثر نوعية يفضلوها؟ أو قلت لي إياها شنو أكثر نوعية، ولكن أريدك هم من تحكي لي على يعني ليش يستخدموها، لأي شغلة يستخدموها، للمناسبات، الحفلات، الأعراس؟ طبعا أنت عندك الزنود الست والحلويات عامة، أكثر شيء تكون المناسبات والأعراس اللي هي البقلاوة وتشكيلة الحلويات، تكون مناسبات، أعراس، هدايا، مناسبات نجاح او اكثر. لكن عندك الزنود الست العائله العراقيه تستهلكها يوميا، لان هي تازه وجديده وحاره بحار تاخذها. عندنا أغلى نوعية اللي نستخدم بها دهن الحر والفستق الحلبي الخالص اللي هو 20,000. عندنا نستخدم دهن حر بالفستق الكيلومات 15. بالنسبة للأسعار أرخص شيء عندنا الزنود اللي هي عليها طلب عائلي يعني كلش كبير وواسع. الأسعار عندنا هاي ثابتة. أكو عندنا شو اسمه تخفيضات حسب يعني رأس السنة، أعياد، شيء، بس التخفيضات للمحل وللزباين كامل.